مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه من لقاء خاص والتي تاتيكم من القاهره عبر شاشه CNBC عربيه. وفي هذه الحلقه نسلط الضوء على الوضع الاقتصادي في مصر بعد ان اعلن رسميا عن تنظيم مصر لمؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري. ماذا اعددت مصر لهذا المؤتمر؟ وايضا كيف ستعمل الحكومه المصريه على تحسين مناخ الاستثمار؟ وكيف ستتعامل مع عدد من المشاكل العالقه لعدد من المستثمرين؟ كيف سيساهم تحسن الوضع الاقتصادي في جذب المزيد من الاستثمارات؟ هذه الاسئله وغيرها مشاهدينا نطرحها على ضيفنا في هذه الحلقه وزير الماليه المصري الدكتور هاني قدري. دكتور هاني اهلا ومرحبا بك في سي ان بي سي العربيه. حضرتك بدايه ماذا اعددنا لهذا المؤتمر وهذه القمه، خاصه انه الزخم كله يتجه الان نحو هذا المؤتمر؟ هو طبعا المؤتمر ده بداية لمرحلة جديدة ان احنا نضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي. مش عايز اقول ان احنا بنعيد مصر، انا عايز اقول ان احنا بنضع مصر من الاساس على اسس جديدة جدا، اسس مختلفة تماما على خارطة الاقتصاد العالمي، خارطة الاستثمار العالمي، وخارطة تدفقات المال من مراكز التمويل العالمية. ده الهدف الرئيسي. احنا بنشتغل في لارسال ثلاث رسائل. ان اقتصاد مصر اقتصاد واعد، لدينا رؤية واضحة جدا في تحقيق معدلات النمو المطلوبة فيه، تحقيق الاستقرار الاقتصادي فيه، ان تكون مصر محور للاستثمارات في المنطقة. ان الرسالة الثانية ان هناك فرص استثمارية حقيقية موجودة، يعني بننتظر ان هنقدم مشروعات تتراوح ما بين 10 الى 12 مليار دولار، منهم فقط تحت مظلة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ما يتراوح ما بين 6.5 ل 8.5 مليار دولار. الباقي اسف جنيه انا اسف الشراكة تحت القطاع الخاص من 6.5 ل 8.5 مليار جنيه. لكن احنا منتظرين ان تاتي استثمارات تتراوح ما بين ال 10 الى 12 مليار دولار ككل. خليني اقول لحضرتك المجالات بتاعت الاستثمار اللي هي بتطرح في كل المناطق الاستثماريه، سواء اذا كان بنتكلم على تحليه مياه بحر، بنتحدث عن مشروعات في التنميه الزراعيه، بنتحدث ونظم الري الحديثه، تتحدث عن مشروعات صناعيه، تتحدث عن مشروعات في البنيه التحتيه والبنيه القوميه، تتحدث عن مشروعات في النقل النهري سواء للافراد او الاهم او الذي لا يقل اهميه على الاقل هو النقل النهري للبضائع. بتتحدث عن مشروعات في معالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها مرة أخرى وهكذا. يعني يتوج كل هذه المشروعات، المشروع الذي بدأ فعلا بالانطلاق هو مشروع ازدواج الممر المائي لقناة السويس وما يستتبعه من تنمية محور قناة السويس. طيب قبل أن أتحدث عن مشروع محور قناة السويس، هل هذه المشروعات كلها مشروعات قطاع عام أم مشروعات قطاع خاص؟ وجزء منها خاص بالشراكه ما بين القطاعين التريبل بي؟ لا، هي المشروعات في الاصل هي مشروعات قطاع خاص، وبعضها جاي في مشروعات ما بين المشاركه ما بين القطاعين العام والخاص اللي هي تحت مظله التريبل بي اللي حضرتك بتشير اليها. وكانت نقطه البدايه فقط ان لابد ان الدوله مع خروج مصر من مرحله انتقال سياسي كان شديد الصعوبه، مع معاناة اقتصاد مصري من أثناء هذه المرحلة من جانب، وأيضا تبعات لازال يعاني منها العالم كله فيما يخص الأزمة العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008، كان لازم أن الدولة هي اللي تأخذ المبادرة. المبادرة جت على محورين: محور سياسات، إصلاح المسار الاقتصادي، إصلاح في المسار السياسي، ومحور آخر هو محور تنموي ومحور برامجي ومحور المشروعات اللي هو كل المشروعات اللي حضرتك شفت ان الدولة بتبدأ تدفع بيها زي المليون فدان، وان كان هي في الاخر هتنفذ بالقطاع الخاص اذا كنا بنتكلم على الطرق، وان كان اللي بينفذها في النهاية هي شركات قطاع خاص من الباطن اذا كنا بنتكلم على محور قناة السويس، كله هيبقى قطاع خاص يمكن فيما عدا مسألة الحفر بتاع الممر المائي اللي خصوصيته الشديدة. إذا القطاع الخاص هو الذي سيقود في الفترة القادمة، وواضح حتى من توجه الحكومة في تنظيم المؤتمر الاستعانة بشركات قطاع خاص هي التي ستقوم بتجميع المشروعات وعرضها على المستثمرين. ده بالتأكيد، فلازم تتكلم معهم باللغة بتاعتهم. يعني إذا الحكومة أدركت مؤخرا إنه القطاع الخاص يفهم لغة محددة وهي لغة الاستثمار، يفهم لغة المشروعات المدروسة الموضوعة على الطاولة للتنفيذ. لا، مؤخرا لا.
ما فيش حاجه. هناك مؤتمر عقد من بنهايه العام الماضي وطرحت فيه الحكومه اكثر من 60 مشروع ولم ينفذ اي منها بسبب عدم وجود دراسات جدوى لهذه المشروعات. انما المساله هي مساله انك انت عاوز انك تجهز القطاع الخاص انه ياخذ الرياده. ده لازم يقوم على حاجتين: الثقه وقدرته على التوقع. تستطيع انك انت تبقى قدامه الصوره واضحه ان الاقتصاد المصري ده رايح فين، ايه هي المشروعات، ايه هي السياسات اللي هتتبع، ايه هي الاصلاحات التشريعيه، مناخ الاستثمار هيبقى شكله ايه، قدرته على انه يتوقع ان هو هيعمل في مناخ استثمار امن، ان استثماراته هي ايضا امنه، التعاقدات اللي هيقوم بيها هي ايضا صحيح. امنه الى اخره. صحيح. يمكن حضرتك تحدثت عن مشروعات تنميه محور قناه السويس، اعتقد انها يكون لها موقع متصدر في اجنده المؤتمر، ولكن هذا يعني أن يتم الانتهاء من إعداد المخطط العام للمشروع. نعم. هل الحكومة تدفع الآن باتجاه إنهاء هذا المخطط قبل انعقاد المؤتمر؟ من الصعب أن هو ينتهي بالكامل قبل انعقاد المؤتمر. أنت بتتكلم في مشروع، أنا أتحدث عن المخطط، لكن عن مخطط، عن مخطط وعن مراحل، في مراحل منه المفروض أنها تكون جاهزة. هل في مشروعات اتضحت من هذا المشروع، مشروع تنمية محور قناة السويس للعرض على المستثمرين؟ المشروعات اللي هي يعني جزء لا يتجزأ أساسا من موضوع ازدواج الممر المائي وتنمية هذا المحور، أهمها اللي هي المناطق اللوجستية والمناطق الخدمية اللي هي مرتبطة أصلا برضو بعملية المرور من قناة السويس. بخلاف ده أنت بتتكلم بقى على اندستريال باركس، دي لسه بيتم طرحها على القطاع الخاص، بتتكلم على مناطق لوجستية للقطاع الخاص، لكن اللي هو جزء لا يتجزأ إذا كنت بتكلم على ازدواج الممر المائي وتعميق الممر المائي أيضا عشان يقدر يستوعب نقلات البترول العملاقة إلى آخره، أنت أيضا بتتكلم على مناطق الخدمية اللي هي مرتبطة بمسألة المرور نفسه. الإصلاح التشريعي، الحكومة بدأت بالفعل خطوات جادة نحو إصلاح عدد من التشريعات التي بدورها ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار. ما هي خطة الحكومة التشريعية التي ربما وضعت قبل انعقاد القمة؟ ما التشريعات التي تكون جاهزة؟ شوف، هو احنا بدأنا اولا بتشريعات او بتشريعين على وجه التحديد صدروا بالفعل. التشريع الاول وهو الاهم تاني، عشان زي ما كنت بكلمك على ان المستثمر يطمئن الى الامان ويبقى عنده الامان على استثماراته، القانون الاول هو قانون حماية التعاقدات اللي تقوم بها الدولة، ما يجيش بعد كده حد في ظروف مختلفة تماما عدم الطعن على العقود ويطعن على عقد ظروفه كلها اختلفت تماما، يعني تختلف عن الوقت الذي تم فيه اتخاذ القرارات بشأنها. وده علشان نوضح، لأنه قيل ان هل هذا معناها ان احنا بنفتح الباب لحماية فساد؟ الإجابة لا قطعيا. وان احنا هنا بنتكلم على تعاقدات تمت بسلامة نية تامة على أفضل الأسس اللي كان معمول بيها، يجب أن يتم حمايتها لأن جه عليها استثمارات وقامت مراكز قانونية إلى آخره، ما ينفعش تيجي بعد 20 سنة و 30 سنة تقيمها أو تعيد تقييمها بوضعها النهاردة. الموضوع ما بيتاخدش كده. فحماية التعاقدات دي كانت يمكن من أهم الخطوات اللي أخذتها الحكومة مبكرا جدا حتى ترسل رسالة واضحة للعالم أننا نتصالح مع المستثمر اللي هو في النهاية بيعود بالنفع المواطن المصري. مشروع تاني كان فيه بعض التعديلات تحسن من مناخ المنافسة والسيطرة على الأسواق والعقوبات اللي بتبقى موجودة في سوء استغلال الوضع المسيطر إلى آخره، وتحسين في هذا التشريع حتى يقترب أكثر من التشريعات المعمول بها عالميا وما يبقاش فيه انحراف عن المعايير المتعارف عليها، فالمستثمر اللي بيلاقيه بره يلاقيه هنا في مصر. ماذا عن التشريعات القادمة؟ التشريعات القادمة بتستكمل نفس المسيرة، أهمها هي التعديلات المرتقبة على قانون الاستثمار، وأهم ما فيها وهو ما يهم المستثمر ويهم أيضا الحكومة في المرحلة الراهنة هو مسألة الشباك الواحد، وأن يكون هناك شباك واحد فاعل وناجز يتم من خلاله التعامل مع المستثمر، ويستطيع المستثمر ان هو يجي يحط فلوسه ويشتغل على طول، ما ينتظرش بقى في عراقيل كثيرة هو لا شأن له بها. المستثمر له رغبة ان يستثمر، له رغبة ان يوظف، احنا لدينا نفس الرغبة لانه هو ده اللي بيعود في النهاية على النمو، اللي بيعود على المواطن المصري. كل عطلة في فرصة عمل يعني معناها انسان او بيت اصبح مش لاقي مصدر الرزق والدخل الحقيقي اللي هو يكون مستمر معاه، فاحنا بندفع بإنهاء هذا المشروع في إصلاح الشباك الواحد
لأنه هو باب ومنفذ مهم جدا للمواطن وأيضا للمستثمر. دكتور هاني، حضرتك تحدثت عن حماية حقوق المستثمرين وحماية العقود من الطعن عليها، وأنت تعلم جيدا أنه الآن هناك بعض المشكلات لا تزال عالقة مع عدد من المستثمرين، والحكومة الحقيقة أكدت أنها ستعمل على حل هذه المشكلات، لكن أنا سؤالي هل الحكومة على استعداد للدخول في قضايا تحكيم دولي مع شركات قررت بالفعل أن تلجأ للتحكيم الدولي وبعضها أعلن عن مبالغ ستطلب في هذا التحكيم؟ شوف، احنا بدأنا بالفعل ووصلنا إلى تسويات مع بعض المستثمرين. شوف، احنا بنقسم ببساطة، يعني عشان أبسط الموضوع، بنقسم نوعية المشكلات مع المستثمرين إلى نوعيات بيروقراطية ونوعيات أخرى من المشكلات لها بعد تشريعي، خد بالك، وفي الآخر بنصل في كل الأحوال إلى كيفية الوصول إلى منتصف أو نقطة التقاء ما بين مستحقات الدولة وما بين مستحقات المستثمر. وبالفعل نجحت بعض الحالات، يعني ما أعلن عنها في أكثر من مناسبة، وفي حالات أخرى، يعني النهاردة تحديدا وإحنا بنسجل في لجنة فض منازعات مجتمع للنظر في بعض هذه المشكلات. إحنا مش هنبدأ، إحنا بدأنا وأنجزنا في بعض الملفات بالفعل، منها ملفات كانت كبيرة ومنها ملفات معقدة جدا كان برضو داخل فيها أراضي إلى آخره. القضايا اللي وصلت للقضاء وصدرت فيها أحكام أو ما زالت تحت الدراسة في القضاء، كيف سيتم التعامل معها؟ نحن في حوار مستمر مع كل المستثمرين. احنا مش عايزين نصل الى نقطة او يعني نقول زي ما يقال في يعني باللغة الدارجة عند حائط سد. احنا عاوزين ان احنا دايما ننطلق من مصلحة مصر انها تحل هذه المشكلات، من مصلحة المستثمر بعد ما حط قدر من الاستثمارات وبعد ما عطل بعض من الاموال لمدة طويلة ان هو ايضا يعود وينطلق. دكتور هاني، يعني بما اني اتحدث مع وزير المالية فلا بد ان اسال عن مؤشرات مصر المالية والاقتصادية، ولكن ساسال عن معدل النمو اولا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، سنذهب الان الى فاصل وبعده نواصل هذه الحلقة من لقاء خاص مع وزير المالية المصري الدكتور هاني قادري، تابعونا بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل هذه الحلقه من لقاء خاص مع وزير الماليه المصري الدكتور هاني قدري. دكتور هاني، اهلا ومرحبا بك من جديد. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن الاعدادات لمؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري، وبالتاكيد المستثمر كما يهمه المشروعات التي ستعرض عليه يهمه وضع الاقتصاد المصري. اولا، معدل النمو المتوقع خلال العام الحالي، وتم الاعلان بالفعل عن الربع الاول من العام. شوف، احنا بنشتغل على اربع محاور وبعدين هدخل لك في مساله معدل النمو. المحور الاولاني اللي هو تحقيق تنميه مستدامه لمصر، وده المشروعات الكبرى اللي يمكن اتكلمنا عليها قبل الفاصل، في مثل قناه السويس وتحقيق الامن الغذائي من مشروعات ضخمه في مجال الزراعه وخلاف الطرق، المثلث الذهبي التعديني الى اخره. انت محور اخر هو تحقيق توازنات الماليه على الاقتصاد، ما هو لازم الاقتصاد نفسه يبقى متوازن وانت ماشي ويبقى فيه قدر من الاستقرار والاستدامه، ما تفاجئش بان اي هزه تحصل في على مستوى اقليمي او على مستوى دولي او حتى على مستوى داخلي انها تعمل لك هزه اقتصاديه. فجزء من بناء الثقه في الاقتصاد المصري اللي بنخاطب بيه العالم كله وبنخاطب بيه ايضا المستثمر في الداخل والخارج، هو مسألة أن لدينا اقتصاد مصري قادر على أنه يستعيد توازنه، قادر على أنه في ذات الوقت يعني يسدد كافة التزاماته في التوقيتات المحددة دون أي اهتزاز أو دون أي تأثير. الحمد لله ملتزمين بكل الدفعات المتحققة، وهذه رسالة يعني يتعين توجيبها من وقت لآخر وتأكيد عليها. خلينا نقول ان هناك محور ثالث هو محور العداله الاجتماعيه وتحقيق حياه افضل للمواطن المصري، سواء برضو اذا كان من خلال سياسات او من خلال برامج زي برامج تطوير توزيع الخبز المدعوم، تطوير توزيع السلع التموينيه، تحسين الخدمات الصحيه والتعليميه طبقا للالتزام الدستوري بزياده الانفاق على هذه المجالات بشكل كبير جدا على مدى 3 سنوات تنتهي في سنه 16-17. بنتكلم على محور أخير هو تهيئة مناخ الاستثمار اللي اتكلمنا عليه قبل الفاصل. لكن كل ده مع بعضه هو هدفه أنك أنت تقول أن عندي اقتصاد راسخ، عندي اقتصاد فيه ملكات قوية جدا،
ينبئ بمستقبل افضل بكثير، انك انت متجه نحو الافضل. المؤشرات اللي عندنا في تحديدا اجابه على سؤال حضرتك بتدلنا هذا او هذه الصوره. معدلات النمو خلينا نشوف تطورها كانت ماشيه ازاي. يعني في 13 14 كان الربع الاول كان 1%، الربع الثاني 1.4، والربع الثالث والربع الرابع وهكذا. وصلنا في الربع الرابع الى حوالي 3.5% معدل نمو. الربع الاول من العام المالي الجديد قاربنا من 7%، تكلم في 6.7 او 6.8%، ده انت قاربت 7%. جزء منها جايز بيعتمد حقيقي على ان الربع المماثل في السنة السابقة كان ضعيف شوية، لكن الحقيقة وما تيجي تبص بقى على تفاصيل الرقم وتشوف فين القطاعات الدافعة لهذا النمو، وتلاقيها ان هي في الصناعات الهندسية، في قطاعات الاتصالات، في التشييد والبناء، في السياحة ايضا، تقول ان هي دي كانت قطاعات الدافعة فعلا للنمو المستدام على مستويات مرتفعة. المهم ان احنا بنكمل هذا النمو المرتفع بالمشروعات التنموية عشان نتأكد من شمولية الاثر، اثر النمو ده ليس مجرد رقم نمو، يعني ما يبقاش رقم نمو وواقف فوق، ده يبقى دايما بينزل لتحت. ينزل لتحت المواطن البسيط يستشعره ازاي؟ استشعره بالاتي: ان يلاقي شغل، ده نمرة واحد. ان هو يلاقي الخدمات بتتحسن وان مستوى معيشته بيتحسن، ده نمرة اتنين. ان هو يجد ان وفرة في السلع، ده نمرة ثلاثة. الى ان نصل الى درجة استقرار الاسعار، دي لسه قدامنا فيها شغل كتير، مع زيادة الانتاجية، مع تحسين المناطق او المسائل اللوجستية في تداول السلع خصوصا من الغذاء الى اخره، لكن فيها مشوار وفيها شغل واحنا بدأنا فيه بالفعل. فبنقول ان في النهاية ان معدل النمو ليس رقم، معدل النمو هو انعكاس على حالة معيشية وجودة في الحياة اللي يشعر بها المواطن المصري. متوقعين ايه بنهاية العام المالي الحالي، سواء بالنسبة لمعدل النمو او حتى بالنسبة لعجز الموازنة؟ لان اعتقد عجز الموازنة بيعكس جزء من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة. شوف، احنا اللي بنتصوره ان السنة دي معدل النمو ان شاء الله يفوق 3.5%. هناك تقديرات متعددة طبعا، لما تقول 3.5 ولا 3.6 ولا 3.8 واحنا في الوقت المبكر ده، لكن هنفوق ان شاء الله 3.5% اللي كانت مستهدفة عند اعداد الخطة والموازنة في يناير وفبراير ومارس الماضيين. المؤشرات بتقول كده. الثقة في الاقتصاد المصري بتتحسن، وده بنشوفها في مؤشرات دولية زي مؤشر CDS مثلا. وان هذا المؤشر اللي منوط به قياس مدى المخاطر الائتمانية في التعامل مع القطاع الانتاجي او القطاع المالي المصري، بيقول لك ان نزل من 900 نقطة اساس، يعني 9%، الى حوالي 2.5%. وايضا مؤشرات التصنيف الائتماني، يعني من وكالات التصنيف، مؤشرات التصنيف الائتماني انا من وجهة نظري انها لا تزال خلف متأخرة. يعني متأخرة إلى حد ما في قراءة المشهد وفي قراءة الفرصة اللي موجودة في الاقتصاد المصري، لكن لا بأس، خلينا نتعامل مع الواقع حتى ولو كان هياخدنا بعض من الوقت. عجز الموازنة، بنتكلم على عجز الموازنة. احنا السنة اللي فاتت كان عجز الموازنة سجل 12.8%، وكان مستفيد استفادة كبيرة من المعاونات والمساعدات الكريمة اللي جاءت من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات ومن الكويت. بنقول إن وإحنا بنحدد مسار الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، إحنا بنتكلم على إن اقتصاد يقوم على الثقة في أسسه ويكون جاذب للاستثمار، بل يكون محور للاستثمار. احنا من اهم الاشياء اللي اتخذناها مجموعة من الاجراءات المبكرة في بداية العام المالي، سواء اذا كانت بترشيد دعم الطاقة، سواء اذا كانت بتوسيع قواعد الضريبية لتحسين ارتباط الضرائب بالنشاط الاقتصادي الحقيقي اللي بيحصل في مصر. تكلمنا على امور اخرى للسيطرة على التفاقم الكبير في فاتورة الاجور، فبنقول لا، ان المصريين بيبنوا بلدهم بكد وبتعب، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة عمل. بدأتوا تلمسوا انعكاس هذه الإجراءات؟
بدأنا نلمسها وببص عليها في الإيرادات الضريبية من ناحية، يعني معناها إن النشاط الاقتصادي بيولد فوائد، الفوائد دي تستحق عليها ضرائب، ابتدى يحصل ارتباط أفضل ما بين النشاط والضرائب. هل تقول لي إن احنا وصلنا إلى المكان المفروض نصل إليه؟ أقول لك لا، لسه برضو قدامنا مشوار وقدامنا شغل كتير لازم هنبقى بنعمله في تحسين كفاءة المنظومة الضريبية ككل لتكون منظومة عادلة في المقام الأول. فحضرتك بتسألني منتظرين ايه؟ بقول ان السنة اللي فاتت كان 12.8 من عشرة ومحملة بهذه المساعدات الكريمة سواء في صورة مساعدات بترولية او نقدية. السنة دي احنا مستهدفين في حدود 10.5%، ودون هذا القدر من المساعدات، يعني اذا جاءت مساعدات هيتحسن المؤشر افضل من ده، لكن احنا بنتكلم في حدود 10.5% دون هذه المساعدات. تصور بقى لو لم تكن قد اتت المساعدات اللي اتت العام الماضي كان العجز هيفوق ال 15%. طب بس انتم متوقعين انه تاتي مساعدات او في كلام على مساعدات اخرى من دول الخليج؟ شوف احنا خليني لو عايز اتكلم من تاني في اطار الموازنه العامه للدوله، احنا لازم سياستنا ما بتقوم في الاساس وفي المقام الاول بدون مساعدات على دفع عجله النشاط الاقتصادي وتحسين اطار اداره المال العام واطار اداره الماليه العامه ككل بين سياسه ماليه وضريبيه. لازم ابقى متجه لده والثقه تيجي في الاقتصاد المصري لده. لكن اقول لك، هل لو مثلا على سبيل الطرح فقط، هل لو مثلا مصر احتاجت لمساعده استثنائيه لاي سبب ان كان، هل تنتظر ان الدول العربيه هتقف مكتوفه الايدي؟ لا اعتقد ابدا. حاجه ثانيه، خلينا نقول ان احنا بالفعل نوعيه المساعدات اللي بتأتي إلى مصر اختلفت حتى في صيغتها. يعني مثلا جاءتنا في عقود لشراء مواد بترولية من دولة الإمارات الشقيقة، أنهم طرحوا، والحقيقة كانت مبادرة من جانب الإمارات، يعني مبادرة من جانبهم، أن يعطوا لمصر تيسيرات في السداد. دي سهلت وشالت من العبء، لأن أشقانا في الإمارات شايفين كويس قوي الوضع. ف يمكن اذا كنا بنتكلم في السنه اللي احنا فيها دي بنتكلم جاي مواد بتروليه في حدود 8 او 9 مليار دولار هتيجي بتسهيلات في السداد ده حتى نهايه العام، بتسدد احتياجاتنا حتى نهايه العام، لكن نهايه العام المالي. لكن اللي عاوز اطرحه ان نوعيه المساعده اختلفت من منحة إلى تمويل ميسر، ودي مساعدة كريمة جدا، مساعدة مطلوبة جدا، وبتتسق مع الوقت اللي احنا بننهض بيه بالاقتصاد المصري. ولكن دكتور هاني، هل تشعر بالقلق من معدلات الدين سواء الدين الداخلي أو الخارجي؟ أشعر، شوف مش أشعر بالقلق، لكن أشعر بالحذر ألا يرتفع، بل بالعكس بل يتجه إلى الانخفاض. فهناك حذر شديد أن هذه المعدلات كنسبة من الناتج القومي على الأقل أنها تتجه إلى الانخفاض، وده اللي احنا بادئين فيه اعتبارا من العام المالي الجاري، عشان كده بنسيطر على عجز الموازنة العامة ده في مسار. في مسار آخر بندفع بعجلة النشاط الاقتصادي عشان يبدأ الاقتصاد يولد المدخرات المطلوبة وتبدأ تحصل حالة الرواج اللي هي بيها أيضا تساعد في قدرة الدولة على خدمة ديونها، وإنها يبدأ ينزل معدلات الدين تتجه الى اتجاه نزولي بدل الاتجاه الصعودي اللي شفناه على مدار الثلاث اربع سنين فاتوا. يعني تستطيع الحكومه الان ان تخفض نسبيا من الاعتماد على ادوات الدين التي تمولها بالضروره البنوك الحكوميه؟ انت لازلت في حاله عجز، اذا كنا بنتكلم على حاله عجز في حدود يعني 240 مليار جنيه او يزيد شويه او يقل شويه، ده هيتم تمويله لازال من موارد أو من أدوات دين، سواء إذا كان هذا الدين محلي أو خارجي، ونحن نسعى إن شاء الله إلى طرح سندات دولارية بقيمة ما يتراوح ما بين مليار أو مليار ونص دولار، طبقا للأحوال بتاعت السوق وطبقا للمشهد على السوق، على السوق العالمي والمشهد الاقتصادي الداخلي. حجم الفجوة التمويلية الموجودة حاليا؟ أقول لك إنها يعني في حدود 3 مليار دولار، يمكن تزيد شوية، يعني في تقديرات تتراوح ما بين 3-3.5 مليار دولار، منها نقدر نسد 1.5 مليار دولار إن شاء الله من
طرح لسند. الواحد ونص مليار التاني ممكن يجي مع ديناميكية الحركة في الميزان المدفوعات، أو تيجي من تحسن في بعض الأنشطة أو زيادة في الصادرات. يعني مش أنا مش متخوف من ده، يعني لما اتكلم على فجوة تمويلية في حدود مليار دولار، ده يعني في حدود الخطأ، السهو والخطأ يعني ليس كبيرا، ليس كبيرا خالص. سؤالي الأخير واللي أعتقد أن حضرتك بتسأله يوميا، المشاورات مع بعثة صندوق النقد الدولي، وهل فعلا يمكن أن يصدر عن الصندوق شهادة ثقة بين قوسين الاقتصاد المصري قبل قمة أو قبل المؤتمر الذي سيعقد في مارس المقبل؟ شوف، المشاورات جارية، يعني يمكن آخر يوم للبعثة يوم عمل، يعني يوم الثلاثاء القادم، ثم تغادر القاهرة. شايفين ان في تقارب كبير قوي في وجهات نظر، كانوا هم جايين عندهم تصورات مختلفة تماما عن اللي لقوه على أرض الواقع. التقرير كتقرير هو شهادة ثقة، لكن التقرير هيصدر متوازن. هو شهادة الثقة دي معناها ايه؟ معناها ان بيقول لك، بيوريك الطريق قدامك شكله ايه، بيقول لك دي نقاط القوة في الاقتصاد المصري، ودي المخاطر اللي موجودة، ودي رؤية الحكومة في التعامل مع هذه المخاطر. فهي عملية حوار، هي دي شهادة الثقة. هو التقرير متوازن ما بين نقاط القوة والفرص الواعدة اللي موجودة، الفرص الكامنة غير المستغلة، ده في اتجاه أين هي التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، ما هي رؤية الحكومة وحول مواجهة هذه التحديات وهذه المخاطر. فهي دي شهادة الثقة اللي بتصدر في من صندوق النقد. دكتور هاني، أنا أشكرك كل الشكر على هذا اللقاء. وأنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. شكرا لك. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من لقاء خاص مع وزير المالية المصري الدكتور هاني قدري. إلى أن نراكم في حلقة قادمة مشاهدينا، في أمان الله.